هشام فرجي يحضر معي سعد فتاح لاعب فريق الوداد البيضاوي. سعد، اول سؤال، يعني مباراه اليوم ضد فريقك الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت لك اولا تنشكر الجماهير الوداديه ولا جماهير الرجاوي اللي قاموا بواحد العرس كروي جميل. وبالنسبه للمقابله ضد فريق اصدقاء الامس فتنظن في المقابله ديال صعود اجواء حسنه، يعني ما كانش واحد الضغط ما بين اللاعبين، فالحمد لله تمكننا باش نسجلوا الاصابه الاولى. فهذه كره القدم، فريق الرجاء البيضاوي رجع في التعادل، ماشي نقولوا يعني سبب يعني اللاعبين قاموا بواحد المجهودات، يعني العياء اللي قاموا به اللاعبين في اقصائيات افريقيا اثر شويه بعد اللاعبين. وتنتمنى ان شاء الله من القدام يعني تلقيك ورقه حمراء في المباراه، يعني الورقه الحمراء يعني تنتمنى من الحكم باش يعاود يشاهد هذه المقابله، يعني الورقه الحمراء ماشي كانت تستحقها لاعب سعيد فتاح. فهذه كره القدم، فاي حكم يمكن ليه غلط، وتنتمنى من الله يعني الحكام باش يزيدوا يكونوا في يعني في المستوى في البطوله الوطنيه باش يعطيوا واحد النكهه لكره القدم المغربيه. نعم، شكرا سعيد فتاح لاعب فريق الوداد البيضاوي. نعود الى هشام فرج رفقه محلل القناه هشام من نهايه المباراه انعكاسة أخرى في هذا الموعد للستائي في الديربي. سعيد فتاح يودع المباراة كما ودع جمال العلي.